اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج دوري الملوك مع خلود على موقع محطه مصر. اخيرا عرفنا مين هم طرفي النهائي للتشامبيونز ليج، مانشستر سيتي وتشيلسي. السيتي بيوصل للنهائي لاول مره في تاريخه، وبيب جوارديولا بيرجع تاني للنهائي بعد غياب 10 سنين من اخر مره وصل فيها للنهائي مع برشلونه في 2011. السيتي قدر ان هو يحقق فوز كبير وغالي جدا على باريس سان جيرمان بنتيجه 2-0، واحرز الهدفين دول النجم الجزائري رياض محرز. محرز قدر ان هو يسجل هدفين في مباراه العوده وهدف في مباراه الذهاب، وبقى هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في نص النهائي، ودليل ان هم اول مره يوصلوا لنص النهائي واول مره يوصلوا للنهائي، فاي حد يسجل ممكن ان هو يبقى الهداف التاريخي عادي جدا. المهم ان المباراه دي شهدت تالق كبير من فريق مانشستر سيتي وغياب تام لفريق باريس سان جيرمان، سواء من نيمار او من ديماريا او من الفريق كله. صراحه ما شفناش ولا هجمه خطيره اصلا من باريس سان جيرمان عشان يهدد بيها مرمى السيتي. كمان فريق السيتي قدر ان هو يتالق في الدفاع عن طريق زينشينكو ودياز، الا اثبتوا ان هما من افضل المدافعين اللي موجودين حاليا في اوروبا. كمان المباراه دي غاب عنها مبابي عن باريس سان جيرمان، وكان قاعد هو على الدكه وكان في داخل قائمه المباراه، بس بوتشيتينو فضل ان هو ما يشاركوش في المباراه دي بسبب الاصابه عشان يحافظ عليه، على اساس ان هما ممكن يلعبوا نهائي او عندهم ماتشات تانية مهمه، بس يعني كان ممكن يغامر بيه. بس المهم ان طلع بعد كده اخبار ان بتقول ان مبابي هيرحل عن باريس سان جيرمان، ودي الاخبار اللي احنا متعودين عليها، وكل ما باريس سان جيرمان بيخسر بنطلع اخبار ان مبابي هيمشي وان نيمار هيمشي. المره دي بنقول لكم ان امبابي رفض 3 عروض رسميه من باريس سان جيرمان، وده اللي بياكده صحفي اسباني. وكمان صحيفه كواترو الاسبانيه اكدت ان امبابي هيرحل من باريس سان جيرمان وهيروح ريال مدريد الصيف ده او بالكتير قوي الصيف اللي جاي، على اساس ان هو عقده هينتهي في 2022 ويقدر ان هو ينتقل فصفقه انتقال حر. كمان طلع اخبار ان نيمار هيرحل ويروح لبرشلونه، ودي خطوه بصراحه انا بتمناها. المباراة الثانية بقى في نص نهائي التشامبيونز ليج كانت ما بين تشيلسي ودوري الأبطال نفسه، أو ما بين تشيلسي وريال مدريد. تشيلسي قدر إن هو يفوز أو يحقق فوز على ريال مدريد ويقصيه من نص النهائي، فاز عليهم 2-0، والهدف الأول جه عن طريق فيرنر بعد كمية الفرص الهائلة اللي هو ضيعها، قدر إن هو يسجل هدف قدام الجون على طول الحمد لله. اما بقى الهدف الثاني فجأة عن طريق جيسون ماونت. المباراه دي كمان شهدت تالق كبير كالعاده من نجم وسط الملعب كانتي. كانتي اللي زي ما قلنا المباراه اللي فاتت قال ان هو يراوغ ويقطع كور ويبني كور مرتده ويبني هجمات مرتده، وعمل كل حاجه في المباراه وكان رجل المباراه دي. بس بقى رجل تشيلسي اللي يستحق فعلا التحيه هو توماس توخيل. توماس توخيل قدر ان هو يصنع فارق كبير جدا مع تشيلسي، بعد ما كانوا مركز تاسع وبيحققوا نتائج سلبيه قادهم للمركز الثالث في الدوري للمركز الرابع، وكمان بينافسوا دلوقتي على المركز الثالث. اما بالنسبه لدوري الابطال فزي ما احنا شفنا وصل بيهم للنهائي. اما بقى في حد تاني ما يستحقش الشكر خالص ولا يستحق اي حاجه على الاداء اللي هو عمله، ومش بس الاداء، كمان حركه مستفزه من الحركات اللي بدات اللعيبه تعملها بعد كل مباراه بعد ما فريقهم بيخسر. هازارد راح يضحك او يحتفل مع لعيبه تشيلسي، وطبعا احنا عارفين ان هم دول كان زمايله القدام او ده فريقه القديم، بس مش لدرجه انك انت تروح تضحك معاهم وتهزر معاهم وانت فريقك الاصلي خرج من دوري الابطال. انت بتضحك عليه. وطبعا ده استفز جمهور ريال مدريد جدا، وكمان الاعلام الاسباني ما سابهوش في حاله، سابوا بقى خطه زيدان وكل العك اللي هو كان عامله في الماتش، وسابوا كمان راموس اللي رجع من الاصابه عشان خاطر يخرب الدفاع، ومسكوا في البلجيكي الغلبان ايدن هازارد. كمان بصراحه انا في حته كده بتقول ان فعلا ايدن هازارد يستحق كل النقد اللي هو عليه ده، وان فعلا ريال مدريد مظلومين ان هم باعوا رونالدو وراحوا اشتروا لاعب ب 160 مليون يورو عشان يحل مكان رونالدو، وفي الاخر كان مستواه ابعد طبعا ما يكون عن رونالدو بالاضافه الى كميه الاصابات اللي هو بيمر بيها. من جانبه بقى هازارد نزل اعتذار على حسابه على الانستجرام، وكتب فيه ان هو بيعتذر لجمهور ريال مدريد وان هو ما كانش يقصد اي اهانه، وقال لهم كمان ان هو هيحارب على الليجا مع ريال مدريد وقال هلا مدريد. الليجا الاسبانيه بقى مشتعله جدا، وبصراحه فرص ريال مدريد تكاد تكون متعادله جدا مع برشلونه او مع اتلتيكو مدريد، وكمان اشبيليه اللي جاي من الخلف. بيتصدر الدوري اتلتيكو مدريد ب 76 نقطه، وبيجي بعديهم ريال مدريد وبرشلونه ب 74 نقطه، واشبيليه القادم من الخلف زي ما قلنا ب 70 نقطه، وعنده فرص كبيره جدا ان هو يمر ويعدي كل النقط دي ويعدي اتلتيكو مدريد، بسبب ان المباريات المتبقيه لاشبيليه اسهل بكتير من المباريات المتبقيه لباقي الثلاث فرق. المباراه دي شهدت حرب تصريحات قبلها وبعدها بين توني كروس لاعب ريال مدريد وجيسون ماونت لاعب تشيلسي. توني كروس بدأها بعد مباراة الذهاب وقال ان مفيش ولا لعيب في تشيلسي يستحق او ان هو يقدر يخليه ما يعرفش ينام، وان هو مش خايف من اي لعيب في تشيلسي. جه بعدها جيسون ماونت بعد مباراة العودة قال لتوني كروس، او قال انا سمعت ان احد لاعيب ريال مدريد بيقول كده، فانا بقوله احنا دلوقتي نستحق كفريق ككل ان انت ما تعرفش تنام.
فتوني كروس رد عليه في كوت ريتويت على تويتر وقال له انا الحمد لله لحد دلوقتي بعرف انام كويس جدا وما عنديش اي مشاكل. كمان قالوا ان انتوا لعبتوا حلو امبارح وحظ سعيد ليك في اول نهائي ليك. ونحط تحت اول نهائي دي 100 خط. لا هتغلط هنغلط يابا، مش عايز غلط بالصلاه على النبي. طبعا واخد 4 دوري ابطال وواحد اول نهائي ليه، يستحق ان هو يقول كل الكلام ده بكميه التناكه عادي جدا. وبعد كل احداث نص النهائي دي بقى في الشامبيونز ليج بينتظرنا نهائي انجليزي خالص بين تشيلسي ومانشستر سيتي، ودي ثالث مره تحصل في تاريخ الشامبيونز ليج كله بعد ما حصل في 2008 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي واللي توج بيه ساعتها مانشستر يونايتد، وحصل طبعا في 2019 كلنا فاكرينها ما بين ليفربول وتوتنهام وفاز بيه ليفربول، والسنه دي ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي. نرجع بقى للبريمير ليج والماتشات اللي احنا بنتابعها كل اسبوع. مانشستر سيتي لسه بيحافظ على صدارته وبيقرب جدا من حسم الدوري، وكالعاده جدا جدا بيفوز على كريستال بالاس 2-0. الهدف الاول جه عن طريق سيرجيو اجويرو من هدف صاروخيه. سيرجيو اجويرو كمان بمناسبه دوري الابطال فليه تصريح قديم في 2014 بيقول فيه ان هو مش هيرحل عن مانشستر سيتي غير لما يحقق دوري الابطال معاهم، ده طبعا بيقرب جدا بعد ما هم وصلوا للنهائي وواضح ان اجويرو هيفي بوعده. اما بقى الهدف الثاني فجاء عن طريق فيران توريز اللي ابتدى جوارديولا يعتمد عليه بشكل اساسي كبديل لرحيم ستيرلينج، اللي فيه اخبار بتقول ان هو هيرحل عن مانشستر سيتي وان بيب جوارديولا عايز يبيعه عشان يستفيد من العائد المادي ده ويشتري جاك جريليش لاعب استون فيلا. كمان في اخبار بتقول ان ريال مدريد هو اللي مهتم برحيم ستيرلينج وان هو هيروح ريال مدريد، مش عارفه ايه موضوع ريال مدريد مع الصفقات الفشنكي دي. السيتيزنز كمان كانوا قريبين جدا من حسم الدوري في مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد اللي اتلغت بسبب اقتحام جمهور الريد ديفلز في الاولد ترافورد. المباراه دي لو كان مانشستر يونايتد خسر فيها كان هيهدي الدوري رسميا لبيب جوارديولا. اما بقى على مستوى الدوري الاوروبي او اليوروبا ليج فمانشستر يونايتد قدر ان هو يتاهل للنهائي على حساب روما بعد ما فاز عليهم في مباراه الذهاب 6-2 وفي مباراه العوده خسر 3-2 وتاهل بمجموع المباراتين 8-5، وكده هيقابل منافس ارسنال فياريال اللي قدر ان هو يفوز على ارسنال 2-1 في مباراه الذهاب وفي مباراه العوده اتعادلوا 0-0، وبكده فياريال هو اللي هيقابل مانشستر يونايتد في مباراه النهائي. ارسنال بقى في الدوري فقدر ان هو يفوز على نيوكاسل ب 2-0، واللي سجل الهدف الاول في المباراه دي كان محمد النني في الدقيقه السادسه، وبكده ارسنال بيفقد فرصه ان هو يشارك في دوري الابطال الموسم اللي جاي، والاول مره من 25 سنه مش هيبقى ليه تواجد في اي بطوله من البطولتين الاوروبيين. ليستر سيتي بقى او صاحب المركز الثالث فبيتعثر امام ساوثامبتون وبيتعادل معاهم 1-1، والتعادل ده طبعا بيجي في مصلحه تشيلسي اللي في المركز الرابع اللي فاز على فولام 2-0، والمنافسه بدات تزيد جدا على المركز الثالث، خاصة ان ليستر سيتي قدامه مواجهات صعبة جدا قدام تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام. توتنهام اللي كان عنده حفلة اهداف قدام شيفيلد يونايتد وفاز عليهم بنتيجة 4-0، بس الحمد لله ان هاري كين ما شاركش في الحفلة دي والفارق في الاهداف ما بينه وما بين محمد صلاح لسه هدف واحد. محمد صلاح بقى واخر خبر عندنا عن محمد صلاح، كان في تصريح لمحمد صلاح قبل مباراة مانشستر يونايتد لشبكة سكاي سبورت بيقول فيه انه مفيش حد في ليفربول بيفاوضه عشان يجدد عقده معاهم، وده بيفكرنا بالاخبار اللي قلناها لكم الحلقه اللي فاتت بان ليفربول بيفكر ان هو يبيع صلاح ويستفيد بالعائد المادي ده عشان يروح يشتري لاعب بديل ليه زي سانشو لاعب دورتموند اللي اتكلمنا عنه. كمان صحيفه لوبا غازيان الفرنسيه قالت ان محمد صلاح هيكون بديل لكيليان مبابي بعد ما يرحل لريال مدريد، والخطوه دي زي ما قلنا قبل كده برضو ان احنا مش بننصح محمد صلاح خالص بيها، لان ما حدش يسيب الدوري الانجليزي ويروح للدوري الفرنسي، ده احنا ما بنسمعش عن باريس سان جيرمان ده اصلا طول السنه غير في كام ماتش في دوري الابطال، وكمان يا ريته بيكسب فيهم، ادي خرج اهو. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ودي كانت اخر حلقه في شهر رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. وسؤالنا النهارده هو تتوقعوا ايه نتيجه مباراه النهائي في الشامبيونز ليج وفي اليوروبا ليج؟ ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا الحلقه الجايه في دوري الملوك.